ستريم ديالك، شنو خص الثمن ديالك على هذا؟ يعني فرحة لا توصف. احتفال الرابع، رابع سنين ولا كيكرموني هذا الموقع هذا. صراحة هما اللي كاينين، هما اللي كيكتشفوا لينا، كنحسوا راه حنا راه كاينه شي حاجة في قنيطرة، لأن كاين عندنا كفاءات، كاين عندنا مدربين في مستوى عالي، نهضر في يعني في المجال الرياضي، كاين عندنا خبراء، كاين عندنا مكونين، ولكن كيجينا التكريم من منابر زعما دوليه والله بزاف هاد، ولكن ملي تجيك من الناس ديال قنيطره تيكون فخاره. فمؤسف انني سمعت ان ما كاينش، ما لقاش دعم خصوصا من الجهات المسؤوله، هذا ما غير مقبول. ولقى الناس ديال القطاع الخاص هما اللي ساعدوه، الجهات المسؤوله الدعم ماشي ضروري يكون مادي، يجيو ويحضروا ويكرموا ويعطيو وثائق ويعطيو شهادات اللي غتبقى، لان هذا تاريخ ديال المدينه. وتنتمنى ان نبقى في هذا التوهج ونبقى في هذا المسار ديال التوفيق، لان مازال تابعنا ان شاء الله كاس افريقيا، ومازال تابعنا اننا نجتهدوا باش نتاهلوا لكاس العالم للمره الثالثه على التوالي. كلها اهداف ومشاريع خصني نحاول نجريو باش نشرفوا هذه المدينه، وتنشكر هذا الموقع زعما صراحه والناس الساهرين عليه.